اضطر بخطأ الحكم. ريم الشامي بتطلب متابعة اللعب، هجمة مرتدة للحرية، علي حمام بمرر جبيلي، رائعة رائعة الكرة، جميل الون تو يلي صار بين علي حمام واحمد جبيلي، مرر علي الكرة وتحرك بالشكل، طلع الكرة من رائد بيعود لعند جبيلي، احمد جبيلي بيتقدم بمرر، يا سلام على التمريرات الجميلة والزيادة من رائد والتمريرة، اشطة موجود ليبعد الكرة والتسديدة القوية، حمص بيتقدم، هاشم بيمرر، رائد بيمرر، وهاشم وعلى الحمص، على الحمص على التسديدة تتخلص على مرحلتين، بتعود مع احمد محمد والمرور والتقدم، التقدم الجميل، بعده عم يتقدم، بعده عم يبحث عن التمريره، رائع جدا يا فيجو، رائع جدا يا فيجو، واروع يا جواد بالفينشينج، وبيتجه لوين؟ لعند الزيرو، وبيهدي حتكون صعبه، يا هاشم يا رائع، علي هاشم مره جديده عم بيسجل هدفه الثاني بمباراه اليوم، وعلي هاشم صاحب التسديدات القوية الصاروخية، حمصي حمصي بيحاول مرور عن توبي، بتنقطع من توبي، توبي التمريرة لدقيق، صيداني بيسدد، والهدف الأول بالمباراة لمصلحة